أرحب هلا والله بأحلى جمهور في الدنيا على قناتنا السعودية الأولى. أنا عبد المجيد الرهادي، كل يوم أحد واثنين وثلاث وربع وخميس معاكم من كل أسبوع، ودحين حنبدأ حلقة جديدة من اسأل السعودية مع أربع متنافسين جدد هدفهم واحد إنهم يفوزوا بالفلوس. نتعرف على المشتركين في حلقة الليلة ونبتدي من جدة مع عتاب عاطف. أهلا يا عتاب. أهلا أهلا. ومن العاصمة الرياض ترحيب العوني، هلا والله يا هلا. ومن الطائف عبد الرحمن الحارثي. وأخيرا من مكة شروق هزازي، أهلا وسهلا. مشتركيننا كالعادة حلوين طعمين لذيذين. تعالوا يا مشاهدين أعرفكم على المشتركين أكثر وأكثر. نبدأ بعتاب. عتاب عرفينا عن نفسك ومين معاك في حلقة الليلة. بنتي معايا. ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا. نروح عند ترحيب ونقول له ارحب ترحيب المطر، عرفنا عن نفسك ومين معاك يا ترحيب. ترحيب العوني من الرياض، معي ولد خالتي محمد السفياني. ونعم اليوم. حياك الله، المتحدين ورا بعض. عبد الرحمن عرفنا عن نفسك ومين معك لحلقة الليلة. عبد الرحمن الحارثي وأخوي عبد العزيز. أهلا يا هلا وسهلا، حياكم الله جميعا. باقي لنا المشترك الأخير شروق، عرفينا عن نفسك ومين معك هذه الليلة. طبعاً أنا شروق الزادي ومعايا أخوي أكرم وأختي بشاير. أهلاً وسهلاً، شرفتونا ونورتونا في اسأل السعودية. للتنويه، تم طرح أسئلة واحتمالات اسأل السعودية على مستوى المملكة كلها لاستطلاع الرأي. الآن الأربع متشاركين أو المشتركين في هذه الجولة، أسألكم سؤال، جاهزين؟ جاهزين. يلا نبدأ الجولة الأولى. في الجولة الأولى مشاهدين الكرام، زي ما أنتم عارفين أربع أسئلة، كل سؤال احتمالين اثنين، وطبعاً المشتركين والمتنافسين لازم يعرفوا الاحتمال الأصح اللي فاز بأعلى نسبة تصويت لما سألنا أهلنا في السعودية. وكالعادة نهاية كل جولة للأسف هستبعد صاحب أقل رصيد. بسم الله على بركة الله. السؤال الأول في الجولة الأولى 100 ريال سعودي. وفي اسأل السعودية ما نبدأ بالسؤال بل بالاحتمالات، والاحتمالات هي وسادتك يعني مخدتك، أم الأيباد. السؤال يقول عندما يقضي شخص عطلته في منتجع سياحي، وش أول شيء يحرص إنه يكون معاه؟ يا عتاب أنت كم مرة تخرجي أنت والعائلة وتتروحوا تتمشوا؟ كثير ما يعني أنت العد. فين تروحوا؟ تروحوا مول؟ أروح مول، أروح مكة. طب في جدة تروحي مولات أكثر ولا الشاليهات الكبائر؟ أروح المولات في البحر. لا أروح البحر. ايه يا جدة على البحر. طيب انتم الاربعة مجتمعين توروني الورقة دقة واحدة. ثلاثة اثنين واحد، وروني الاجابة الان. الوحيدة شروق اللي كتبت الوسادة، الباقي كتب الايباد.
واحنا سألنا أهلنا في السعودية ويا ترى إيش قالوا لنا؟ أعطوا النسبة الأعلى لإحتمال الأيباد. صحيح الله. طيب الآن أذكر جمهورنا الكريم بالتفاعل معنا على هاشتاغ اسأل أندرسكور السعودية وصفحاتنا في السوشيال ميديا. هنا ركزوا عليها، حساب واحد رسمي في تويتر وحساب واحد رسمي على إنستغرام. نذكر برصيد المشتركين 100 ريال للكل، تراحيب عتاب عبد الرحمن، ما عدا شروق لسه زيرو. ركزي يا شروق، قيمة السؤال الثاني الآن 200 ريال سعودي، والاحتمالات هي يغسلها بالبيت أو في البيت، أم يغسلها في المغسلة. السؤال يقول كيف 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 يغسل الشاب السعودي ملابسه؟ يا ترحي ارحبا ارحبا هلا والله. تغسل ملابسك في الاسبوع مرة ولا في الاسبوعين مرة؟ والله يوميا. يوميا؟ من فين لك صابون انت؟ من فين تجيب الصابون؟ الشركات اللي تصنع الصابون ربحانة مني. ايه بس ما ينخرب التيشيرت او الثوب او الفلينة لما تغسلها كل يوم كل يوم؟ ينعدم ولا يتيالي؟ شكرا الله. معناتك عارف الإجابة. أنا متأكد مدام إنك قلت الشكوى لله. إيه والله الشكوى لله. أنتم جميعا الآن أبغى أشوف إجاباتكم على الشاشة الآن. فضل. أيوة أرفع يا شروق. شكرا. الكل قال المغسلة، وإحنا سألنا أهلنا في السعودية وقلنا لهم الشاب السعودي وين يغسل ملابسه، وأعطونا أعلى نسبة على احتمال يغسلها في المغسلة. حلو حلو التشجيع، حلو الحماس، حلو أهو عيلة واحدة كلنا مع بعضينا بنحب بعضينا، واخدين بالكو؟ سعوديين حرين حبايبنا. بوسات الرصيد 300 للكل ما عدا شروق، دوبها فتحت السوق وقالت بسم الله ب 200 ريال. السؤال الثالث يا جماعة الخير قيمته 300 ريال سعودي، والاحتمالات اثنين هما. أنا مريض الحمد لله، أنا طيب، أنا صوتي مبحوث مريض لا الحمد لله بصحتي، أم تعطلت السيارة؟ السؤال يقول إذا أراد الموظف التغيب عن عمله عمدا ماذا يقول لمديره؟ إذا أراد الموظف التغيب عن عمله عمدا ماذا يقول لمديره؟ ناس كثير زي عبد الرحمن الحارثي اتعطلت سيارتهم وهي يقول لك اتعطلت وهي اصلا ما هي معطله. صح يا عبد الرحمن؟ كم مره قلت الكلمه ذي؟ كثير كثير. انت موظف ولا طالب؟ لا لا طالب. طالب. واللي جنبك خويك طالب معك؟ ايه طالب. وش تخصصكم؟ اخر سنه بالمدرسه. في المدرسة لسه ما شاء الله، أحسبكم في الجامعة. ممتاز. أجل أنتوا مو موظف، الطلاب ماذا يقولون لمدير المدرسة؟ فأكيد حتى هم كطلاب مدرسة عارفين الإجابة. الآن الأربع مجموعات 3-2-1 ورونا الإجابات الآن. تفضلوا. تعطلت السيارة فقط مع ترحيب وعتاب وعبد الرحمن وشروق اختاروا مريض. طيب عشان اباكم تفهموا المسابقه
إذا الموظف قال مريض وين السكليف؟ سألنا السعودية وأعطونا أعلى نسبة تصويت لاحتمال تعطلت السيارة. افهموا ركزوا، حتى لو نسبة صغيرة المدير تقول له أنا مريض إيش حيقول لك؟ هات السكليف، عطل السكليف وين فيه؟ وين إجازتك المرضية؟ فكروا يا ناس. 600 ريال لتراحيب و 300 لكل من عتاب عاطف وعبد الرحمن الحارثي، شروق هزازي لسه معاها 200. هذا السؤال الأخير، بعدها حيغادرنا صاحب أقل رصيد، حنقول له كلنا باي باي زيرو رصيد. قيمة السؤال الأخير من هذه الجولة الأولى 400 ريال سعودي. الاحتمالات هي: ينسم الكفرات أم يشبك الدبل. السؤال يقول: وش أول شيء يسويه الشاب السعودي إذا وصل للبر؟ طالع للبر، مروح، رايح البر، إيش ممكن يسوي يا شروق؟ تطلع البر؟ لا. تروح البر؟ ايوه. ايش تشيلي معاكي في البر؟ ايش تاخذي معاكي وانت رايحه؟ قدر ضغط طبعا اخذ اشياء، اغراض الكشتة، قهوتي وكل حاجه يعني. تطبخي بنفسك هناك ولا تجيبي كل شيء اكلك جاهز وكله جاهز وتاكله هناك؟ والله اطبخ هناك يعني. والله يا حتطبخ هناك، والله انك شكلك حد كله دليفري، دليفري على بيتك ومن بيتك تشيلي توديه البر. هذا انا عارف اخوك حيعرف الاجابه على هذا السؤال، اخوك يعرف. اساليه كلكم الاربعه، اخر سؤال ابغى اشوف اجابتكم بعد 3 2 1. الان ورونا الاجابه، تفضلوا. ينسم الكفرات 2، يشبك الدبل 2. ممتاز، حلو كثير. هيا تعالوا شوفوا المنطق، الاحتمالين صحيحة، لكن هو لما نبغى يجي ينسم حينسم لما يوصل ولا قبل ما يدخل؟ أول ما يدخل إيش حيسوي؟ سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة لاحتمال أشبك الدبل يا حارثي. الله عليك أنت وعتاب. طيب وإذا ما مع دبل؟ لا، وإيش ودي؟ وإيش ودي إذا ما مع دبل؟ غرز. صح ولا لا؟ إذا ما في دبل غرز، وش وداه؟ حيغرز ويتكي مكانه، يبغى له واحد يشيله. انت حد انت قاعد تقول لي وتكلمني على 1% نسبه فرق؟ انا قلت لك الاثنين صح، صح ولا لا؟ قلت لك الاثنين صح، بس الاغلب ما بيكون مع سياره فيها دبل. بالنسبه لك انت، انا بتكلم عن اهلنا في السعوديه كاملين. شروق، للاسف انت الاقل رصيد 200 ريال، فانت اللي حتغادرينا وكلنا نقول لها باي باي. ترحيب زعلان علينا، يقول كيف واذا غرزت السياره؟ هذا دليل انه هو يمشي بدون دبل ويا ما غرز. واقول لكم فاصل صغير يعدي وارجع لك يا ترحيب مع التحدي. أرحبوا، هلا والله، برنامجنا مثير للجدل. في الجولة الأولى لما خرجت شروق هزازي أنا وترحيب أخذنا وعطينا. ليه؟ لأن الاحتمالات والنسب قريبة من بعض. شاركونا أنتوا كمان في هذا النقاش، لأنه هذا البرنامج
لكم على هاشتاج اسأل أندرسكور السعودية، وهذه صفحاتنا في إنستغرام وتويتر. سأستبعد صاحب الرصيد الأقل في هذه الجولة التي تشمل على 4 أسئلة، وهذه المرة 3 احتمالات لكل سؤال. أذكركم بالموجودين معانا في هذه الجولة 3: المركز الأول والأول مكرر، عتاب عاطف من جدة ب700، عبد الرحمن الحارثي من الطائف ب700، والثالث المتوتر تراحيب العوني من الرياض ب600 ريال سعودي. عبد الرحمن، تراحيب، عتاب، جاهزين؟ جاهزين. ننطلق إلى الجولة الثانية. قيمة السؤال الأول في هذه الجولة 500 ريال سعودي، ونبدأ نقول بسم الله. الاحتمالات هي: كذبة بيضة بيضة بيضة، أم الكلام الجميل، أم بطاقة الائتمان. 3 احتمالات لسؤال واحد. يقول: وش أكثر أسلوب ناجح يستعمله الرجل ليرضي زوجته؟ كلهم يستخدموا أساليب، لكن ما هو الأسلوب الناجح؟ تراحيب، شكله عندك خبرة في هذا الموضوع يا تراحيب. الله ما أظن. لا والله صدق، وانت صادق، صوت صادق بالله. ما أقول ما تعرف تقول كلمة حلوة هنا شيء، ما تعرف تكذب عليها. بس الخيارات متقاربة، ما عاد تدري وين الصح. اي بس كلها صح، مو انا قلت لك يا تراحيبي كلها صح، بس في نسبة اعلى. هذه اللعبة هنا التشويق، هنا التحدي. انت لو تعرف بالضبط المرأة السعودية من خلال زوجتك او والدتك او اقربائك، حتعرف ايش اكتر شيء يبغوه في السعودية. الان اكتب اجابتك على الورق، وبعد 3 ثواني انتوا الثلاثة حتوروني اجابتكم مرة واحدة. 3 2 1، الان تفضلوا. بطاقة ائتمانية لعبد الرحمن الحارثي وتراحيب، اما عتاب قالت الكلام الجميل، قصدها الكلام الجميل، صحيح؟ طيب، احنا سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة تصويت على احتمال بطاقة ائتمانية، صحيح؟ شوف 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 تراحيب كيف؟ دحين الإحصائيات جات في راسه، جات مشيت معاه دحين. الله عليك يا تراحيب، مرحبا مرحبا يا ذيب، مرحبا. 1100 ريال مع تراحيب العوني من الرياض، أما عتاب ما زالت على 700، عبد الرحمن الحارثي في المركز الأول ب1200 ريال. ركزوا، السؤال الثاني قيمته 700 ريال سعودي. أدونا الاحتمالات يا كنترول. هات شاحن جوال، أم ريموت التلفزيون، أم الهدوء؟ والسؤال يقول: وش أكثر شيء مفقود في البيت والكل يدور عليه؟ الله 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 الله. يا عتاب، اسألي ابنتك، هي تعرف ايش اكثر شيء مفقود والكل يقعد يدور عليه. 5 4 3 2 1، الان ورونا اجاباتكم. قرب يا عبد الرحمن، قرب يا عبد الرحمن قرب. الشاحن
لعبد الرحمن والريموت لتراحيب والعتاب. انتوا يا جمهور ايش تتوقعوا؟ ايوه الهدوء مطلوب، ايوه الريموت يضيع، ايوه الشاحن وسلك الشاحن يضيع، لكن الاعلى نسبه هو احتمال شاحن الجوال. الله عليك. طيب يا حارثي، شايفك يا بطل، والله شايفك. الحارثي ابن الطائف في المقدمة ب1900 ريال سعودي، تراحيب العوني من الرياض بمركز الثاني ب1100، عتاب عاطف من جدة ب700 ريال. باقي لكم بس سؤالين اثنين وبعدها سأستبعد اللي معاه أقل رصيد. 900 900 900 900 900 قيمة السؤال الثالث. والاحتمالات هي: خبز عربي، عيش عربي، صامولي، عارفين الصامولي عيش، أم خبز بر، ثلاث أنواع عيش. السؤال وش؟ السؤال يقول: ماذا يوجد على كل مائدة؟ ركزوا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، أنا معجب بيك يا أخي، الصلاة على النبي، عندك مواصفات الشخص الذكي، عارف، دافور. الله يحميك. أتمنى إنك تكون فاهم إيش يعني ماذا يوجد على كل مائدة، تعقلها وتفهمها. الآن الثلاث مشتركين أبغى أشوف إجابتكم على الشاشة، تفضلوا. يلا الكل اجتمع على خبز عربي، لكن المائدة هي السفرة، هي العائلة في البيت، وأساس كل بيت مين؟ يا الأب يا الأم، والأب والأم يحبوا العيش. سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة على احتمال تراحيب فهم خبز بر، خبز البر في كل مائدة. الكبار في السن يفضلوه، أنا ما أقول أنت لوحدك، أنت لو أكلت لوحدك على أي مائدة أيوة فيه خبز عربي، ما يكون في صامولي، لكن دائما الكبار في السن يفضلوا في مائدتهم البر. هذا السؤال الأخير، أرجوكم انتبهوا، الجولة الثانية ستنتهي بعده، وبعد كذا حيغادرنا صاحب أقل رصيد، 700 عتاب، 1100 تراحيب، 1900 للحارثي. السؤال الأخير من هذه الجولة الثانية قيمته 1100 ريال سعودي. الاحتمالات هي: الأكل، أم الصديقات، أم النوم. السؤال يقول: إيش تحب الفتاة أكثر؟ أنا ما حتكلم مع أحد، ما حسأل أحد، أتوقع يا عتاب بنتك حتساعدك أنت، أتوقع. الآن أبغى أشوف إجاباتكم على الشاشة، تفضلوا. الأكل عند عبد الرحمن، والصديقات عند تراحيب، وعند عتاب النوم. إذن شفتوا كيف؟ كل مشترك أختار احتمال لأنها كلها صحيحة، لكن الأعلى نسبة لما سألنا أهلنا في السعودية كان لاحتمال الصديقات. الله، هو ذا. للأسف الآن المشترك اللي حصل على أقل رصيد هي عتاب عاطف من جدة ب700 ريال. نشكرك ونقول لك باي باي. هذه الفقرة أنا ما أحبها، اللي آخر شيء اللي نقول لهم باي باي، أنا نفسي كلهم يفوزوا، لكن إيش نسوي، هذه
قواعد اللعبة. فاصل صغير يعدي ونرجع نكمل التحدي. يا هلا يا هلا يا هلا، رجعنا لحضراتكم. الأول عندنا بعد ما انتهينا الجولة الأولى ترحيب العوني ب2200 ريال، والثاني الحبيب عبد الرحمن الحارثي من الطايف ب1900 ريال. هذول الاثنين هم اللي حنبدأ بيهم الجولة الثالثة. بس بسألهم، عبد الرحمن أنت وترحيب جاهزين؟ جاهزين. يلا على بركة الله نبدأ الجولة الثالثة. في هذه الجولة 3 أسئلة، والاحتمالات صاروا 4 احتمالات لكل سؤال، وسعر السؤال زاد أكثر وأكثر، وأصبح قيمة السؤال الأول الآن 1250 ريال. الاحتمالات هي: الأب أم الأم أم الزوجة أم الأخت. السؤال يقول: مين يفضل الشاب، أو من يفضل الشاب السعودي طبعا، أن يأخذ معه في السفر وهو مسافر؟ عنده 4. الشاب السعودي يفضل مين؟ ترحيب، انت عندك احد ورا الكاميرا؟ عندك واحد ورا الكاميرا بيساعدك؟ اشارات سرية. حلو حلو حلو. ايه، كم واحد اللي عندك ولا اكثر من واحد يتابع معك؟ 4. معك 4، اللهم صل على النبي. هيا قل لهم يفهموا السؤال، مين يفضل الشاب أن يأخذ معه في السفر؟ عبد الرحمن أخوك وش يقول لك؟ أقول يقول الأم. الأم. وإنت وش تقول؟ أنا أقول الأب. وإنت تقول الأب، وأنا أقول لك افهم السؤال وجاوب وحط نفسك مكان أهلنا في السعودية. الآن أبغى أشوف إجاباتكم بعد 3. 1 2 3، وروني. يلا، الأب أم الزوجة؟ يا أخي عبد الرحمن بريء جدا، لطيف، كيوت، يعني شاب يبغى يسافر ويبغى يأخذ رأي. سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة تصويت للزوجة يا عبد الرحمن. الله يخلي لك والدك ووالدتك يا عبد الرحمن. لكن شاب بداية حياته حيروح مع مين؟ مو أنا ما بكتب لك الزوجة، أنا قلت لك الشاب، بس الاحتمالات هي اللي تقول لك السؤال. فهمت اللعبة؟ يلا تقدر تعوض. 1900 مع عبد الرحمن الحارثي من الطائف. أما ترحيب طار صلع النبي فوق 3450. قيمة السؤال الثاني الآن 1500 ريال سعود. ركز يا حارثي، الاحتمالات هي: القبعة أم النظارة أم المنشفة أم واقي الشمس. إيش الهرجة؟ الهرجة فيها بحر. السؤال يقول: وش الشيء اللي ما يمكن يروح الشخص بدونه فين؟ على البحر. شوف 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 ترحيب، شوف 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 ترحيب، شوف يمين يسار يمين يسار فوق تحت تحت فوق هنا، ولد وشه هو ولا شغال رايح جاي؟ يلا يا ترحيب، البحر. 1 2 3، أبغى أشوف إجاباتكم الآن. يلا وريني.
النظارة عند عبد الرحمن والمنشفة عند ترحيب. النظارة هي عبد الرحمن. سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة لإحتمال المنشفة يا دحمي بطل ترحيب بطل. عبد الرحمن عبد الرحمن أنت تحسب إن أهلنا في السعودية لما نروح البحر لازم زي أنا وإنت يلبسوا نظارات؟ منشفة منشفة 1900 ما زال في المركز الثاني ولد الطائف عبد الرحمن الحارثي. أما في المركز الأول ولد الرياض ترحيب العوني 4950. انتبهوا باقي سؤال واحد ب3000 ريال سعودي. الاحتمالات هي صوت الإسعاف، بواري السيارات، زوجتك تتكلم على الهاتف أم المنبه. 4 احتمالات لسؤال ب3000 ريال. يقول إيش يزعج أو ماذا يزعج الأشخاص أكثر بالاستيقاظ صباحا؟ ما هتكلم لأني أنا أتكلم بأثر عليكم، ما أبغى أثر عليكم. يلا صوت السعف بعد 5 ثواني من الآن. للأسف ما عندي وقت، غصبا عني حفغطكم، ما عندي وقت. بسرعة أكتبه 5 4 3 2 1. وروني الإجابة. المنبه. كنترول. خلينا نشوف احتمال زوجتك تتكلم على الهاتف كم نسبته. نسبة بسيطة ب19%. تتوقعوا هل هو صوت الإسعاف أم المنبه أم بوري السيارات؟ سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة تصويت لإحتمال المنبه. صحيح. عبد الرحمن احتفل أخيرا بعدما أصبح هو المشترك الأقل رصيد للأسف ب4900. وترحيب من بدري بيشاور له وبيقول له يا صاحبي باي 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 يا عبد الرحمن باي باي. ترحيب أنت المتأهل للجولة الأخيرة والنهائية اللي هنشوف هتكسب 7950 كل أبوها ولا هتخسرها كل أبوها. فاصل صغير يعدي ونرجع مع ترحيب لآخر تحدي. أرحبوا هلا والله. رجعنا بعد فاصلنا الأخير وأنا كل شوق لكل التفاعل وكل الكلام والتعليقات اللي بتكتبوه على هاشتاج اسأل أندرسكور السعودية وتعليقاتكم في إنستغرام وتويتر في صفحة اسأل السعودية. الآن أنا أسأل ترحيب العوني، إيش إحساسك وإنت واصل للمرحلة الأخيرة؟ كذا أخذ نفس. من حقك من حقك إنك تأخذ نفس. عندك أي ملاحظة على البرنامج؟ عندك أي فكرة؟ عندك أي شيء مو عاجبك؟ في شيء تبي تقوله قول. أنا اللي مو بعجبني حقة تنسيب الكهرباء هذيك مرة أكلة معاك ما هي راضية تمشي. يا عمي
ما هو الخلاف موجود موجود والنسب موجودة وانت معك حق ونحن معانا حق الاثنين مية مية. ترحيب هذه الجولة يا عزيزي انت فائز بيها بهدية مقدمة لك من البرنامج، سواء أجبت صحيح أم خطأ على السؤال اللي هعطيك هو هذه الهدية لك في كل الأحوال. أتمنى إن الهدية هذه تعجبك، وهي عبارة عن سماعات للرأس، لكن الأحلى والأحلى إنك تأخذها هي الدراهم. صح الدراهم يا تراحيب ما حتاخذها إلا في حالة واحدة، إنك تجيب الاحتمال الصحيح اللي اختاروه أهلنا في السعودية، سؤال واحد بأربع احتمالات وسؤالك عليه كامل رصيدك 7950. جاهز يا تراحيب؟ جاهز بس لا تنسانا. قدام عيني ما حنساك. بسم الله نذهب إلى الجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة بسؤال قيمته 7950 ريال. ركز يا ترحيب، الاحتمالات هي الرياضة أم التجميل أم الطبخ أم الأزياء. السؤال الأغلى الآن يقول: أكثر حسابات يحب الناس متابعتها وين؟ بالتطبيقات حق التواصل الاجتماعي. أنا ما حتكلم معك عشان لا أثر عليك، وإنت عندك من يساعدك. يلا يا تراحيب، 3 2 1. الآن وريني إجابتك يا تراحيب. الطبخ. أنا أعرف إنه في ناس يحبوا التجميل. كنترول، التجميل كم نسبته؟ 20%. أنا أعرف في ناس كثير يحبوا يتابعوا الأزياء. كنترول، كم نسبة الأزياء؟ ممكن يكون هو الاحتمال الأعلى نسبة. ليش اخترت الطبخ يا ترحيب؟ لأن المطاعم كثير السعودية. طيب سألنا أهلنا في السعودية وأعطونا أعلى نسبة تصويت لإحتمال الطبخ. مبروك 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 مبروك، الله عليك. ها الحين وش إحساسك يا ترحيب؟ عطني. طبعا أنا جدا 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 فرحان، الحمد لله اني شاركت وقدرت اربح. التحدي جدا كان صعب. صح كان تحدي صعب لكن انت قدو. الف مبروك، 7950 ريال والهديه لترحيب العوني من برنامج اسال السعوديه على قناتنا السعوديه الاولى. حنكون معاكم يوميا من الاحد الى الخميس. حلقتي لليوم انتهت. أنا عبد المجيد الرهيدي أشكركم على حسن المتابعة وأشوفكم في حلقة قادمة في أمان الله.